السلام عليكم، اهلا وسهلا للناس الزوينين. صافا لاباس عليكم؟ كلشي مزيان، نتمنى ان شاء الله تكونوا بقى بخير. اليوم جينا نهضروا على واحد البروغرام، اي الناس اللي مهتمين بهذا المجال ديال المونتاج وبهذا المجال ديال فوتوغرافيك. غادي نهضروا على بزاف ديال في هذه الايام هذه، غادي نحاول نهضروا بزاف على لي بروغرام ديال المونتاج، يعني البرامج الاسهل في المونتاج، يعني الناس المبتدئين اليوتيوبرز اللي يلاه بادين في اليوتيوب وكيبغي يمونطيو فيديوهات ديالهم، باش انك تمونطي بالادوب بريمير ولا تمونطي بسوني فيغاس ولا تمونطي بالافتر افيك. يعني هاد البرامج جد صعبه، يعني ميمكنش لك تمونطي بهم لا بروميير فوا، يعني الاول مره ميمكنش لك تمونطي بهم. يعني غادي نحاول نعطيكم الناس اللي مهتمين بهذا الموضوع، نحاول نعطيكم بعض البرامج اللي يمكن لكم تستخدموهم، اللي هما اسهل، يعني ماشي اسهل لذاك الدرجه، ولكن هما بعدا على الاقل غادي تفهم لي زوبسيون ديالهم، وغادي تفهم الواجهه ديال البرنامج بشكل طبيعي وبشكل عادي. يعني هادشي علاش غنهضروا اليوم. يلا خلينا ندخلوا للبرنامج باش نوريكم البرنامج كيف العامل وكيفاش داير، والناس اللي مهتمين بالموضوع يتبعوا معنا الفيديو حتى الاخر. شكرا لكم بزاف. اي فوالا مدام زي مسيو، بونجور 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 توت لي زامي، السلام عليكم، الله يطول لي في عمركم. تبارك الله عليكم سيدنا. اليوم ان شاء الله بغينا نهضروا لكم على واحد برنامج، واحد البروغرام ديال المونتاج اللي هو جد ساهل بالنسبه للناس المبتدئين، الناس اللي يلا باغيين يتعلموا المونتاج، الناس اللي يلا داخلين اليوتيوب، مجال ديال اليوتيوبرز، وباغيين يتعلموا يمونطيو. فهاد البروغرام هذا اسهل بروغرام ممكن لك تتعامل به، بالرغم من ان هناك بروغرامات اخرى كبيره الحجم، وهناك ايضا بروغرامات اخرى صعبه جدا في التعامل معها، ولكن هذا البرنامج برنامج جد سهل، ويمكنك التعامل معه بكل سهوله، والدخول الى التايمات والدخول الى كل شيء، فهو جد سهل. هنا يوجد كل شيء تحتاجه، هنا افكس، هنا جميع الاشياء، لو تكست، اوديو، ميديا، يعني جميع الاشياء اللي يمكن لك انت تحتاجهم باش تخدم بهم. فوالا، اذا هذا البرنامج علاش اختارينا هذا البرنامج باش نهضروا عليه؟ لانه برنامج فيرمولا 9، يعني برنامج جد ساهل جدا، يمكن الناس المبتدئين يدخلوا باش انه يتعاملوا مع هذا البروغرام بكل سهوله، يعني ما فيش صعوبه بحال لادو بريمير، بحال افتر افيكس، بحال سوني فيغاس، بحال البرامج العملاقه اللي كطلب منا وقت بزاف باش اننا نتعلموا ليها كيفاش يمكن لينا نخدموا فيها. فوالا، يعني كاينين هناك برامج الا بغيتي غير باش انك تقطع فيه فيديو كتلقى فيه مشكله، ولكن هذا البرنامج هذا بغينا نهضروا لكم عليه ان شاء الله، ونفسر لكم ان شاء الله كيفاش يمكن لك تخدم به، كيفاش يمكن لك دير به مؤثرات خاصه، كيفاش يمكن لك تكتب، كيفاش يمكن لك تضيف اغنيه للفيديو، يعني الى اخره. فعلا كما قلنا هناك دائما عراقيل في البرامج الكبيرة الحجم كبرامج المونتاج الضخمة. اذا غادي نحاولوا باش اننا ناخذوا نعرفوا كيفاش ان شاء الله باش ندخلوا لا فيديو بعد لي بروغرام. اولا يمكننا نضغطوا على هنا اكسبورتاسيون او اكسبورتاسيون فيشي ميديا، ايسي غادي نكليكيو عليه، غادي يدينا تقريبا البلاصه اللي حطينا فيها حنا البروجي. غنشوف البلاصه اللي حطينا فيها حنا البروجي دابا. فوالا، فين حطيته انا؟ حطيته في يو اس بي ارشيف. فوالا، غادي نحاول نعطيكم على سبيل المثال فقط، غير باش تكونوا انتوما عندكم درايه كيفاش يمكن لك تهز بروغرام من هذاك، من لا ماشي هنا، باش تهز بروغرام فقط من باش تهز فيديو تحطه في هذاك. مثلا على سبيل المثال ناخذ واحد فيديو من هاد الفيديوهات هادو، مثلا ناخذ هاد لا فيديو هذا، ملي كنحطوه هنايا في ميديا، يا بخي كنهزو هاد الفيديو هذا كنحطوه هنايا، كنحطوه في الشريط باش انك تخدم به. فوالا، مزيان. يا بخي هنايا كاين واحد القضيه، الا بغيتي تفصل الصوت عن الفيديو كدير كنترول شيفت دي. فوالا، كتحكم بلا فيديو بوحدو، وكتحكم ميم طون بالصوت اوديو بوحدو، يعني فوالا ممكن انك تزيد عليه التاثيرات، ممكن انك تضيف عليه بزاف ديال الحوايج الا بغيتي، على حسب انت، على حسب الذوق ديالك انت. يعني برنامج جد سهل للناس المبتدئين اللي باغيين يتعلموا المونتاج. فوالا، كدير اوكي، دابخي كنجيو عاوتاني لا فيديو كدير، كتشوف انت على حسب المسائل اللي عندك انت. يعني كاين بغيتي تزيد الضوء تنقصو، بحال هاد التويشيه دايره بحال
هي اوتوماتيكمون فهمتيني، كتعطيك الا نقصتيها بزاف كتعطيك انت داك الترتيها، كتعطيك الضبابه شويه الا قللتي، الا كان عندك فيديو مصور فيه شويه ضبابه كتطلع عادي شويه كيحيد لك الضبابه نهائيا. وهنايا كاين كروما، كاين كروما ما غاديش نحتاجوها في هاد لا فيديو باسكو ما عنديش خلفيه فيها نخدمو بها فوالا. وكاين بزاف ديال لي زوبسيون اللي ممكن انك تعمل يعني بيه. هنا كاين لي كولور، كاين بزاف ديال الحوايج اللي ممكن انك تعمل بهم. هنايا كتدخل دابا كتقاد لي كولور على حسب داكشي اللي بغيتي انت تقادو، يعني لي كولور شوف انت كيفاش، شوف انت كيفاش بغيتي، كيفاش هي عندك ليماج بعدا اصلا باش تخدم عندها فهمتيني. ابخي كتضيف لي كولور وكتضيف المسائل ديالك وكتقاد الشغل ديالك هو الاول، عاد كطالوني بحال كطالوني ليماج دابا انا في هذه البلاصه هذه بحال كطالوني. يعني مثلا انا بغيت نقطع هذا الفيديو، هذا هذا الفيديو اللي بغيت نقطعه مثلا انا هذه الممثله هذه كاينه شي حاجه هنا ولا شي بيرش باينه ولا شي ديكوراسيون انا ما بغيتش نشدو ولا شي حاجه، يعني كتكبر شويه مثلا كتكبر هكا صافي كدير اوكي كيبقى فيديو، كيبقى فيديو هو تابع على الوضعيه اللي انت شديتي عليه فوالا. ولكن عاوتاني هاد لي زوبسيون هادي عاوتاني حتى هي مزيانه فيه، هادي كتحدد البلاصه اللي بغيتي تشد فقط، انما كدير اوكي كيطلع لك فيديو بحال هكا. ولكن بزاف عاوتاني سي خاص بزاف. انا غير كنعطيكم اقتراحات فقط بان هاد البرنامج سهل جدا. وهنايا كاين المقص الا بغيتي تقص شي بلاصه مثلا البلاصه اللي بغيتي نقصها كدير هكا كتضغط عليه، لابخي كتجي كتضغط عاوتاني هاد البلاصه هادي كتهزها هادي انت شوف على حسب البلايص اللي بغيتي تستخدمها فيها، كتجي عاوتاني لهنايا كتقطع كتفوت شويه كتقطع عاوتاني كتهز، يعني على حسب انت شوف ولا يا اما هادي غتكون عندك هكا كدير ديليت وكتمسح فوالا كدير ديليت وكتمسح، ولا شوف انت بغيتي تحطها في شي بلاصه اخرى هنا فوق الفيديو، داكشي اقتراح كيبقى لك انت، يعني اقتراح كيبقى ديالك فوالا. بالنسبه للمقص عرفنا كيفاش كيتقطع، اذا بغيتي ترجع الروتور اللور راه كدير هكا كترجع الروتور اللور عاوتاني كيبقى لك فيديو كما حطيتي في الاول، يعني بزاف ديال الحوايج. وهنايا يمكن لك تحط السرعه عاوتاني، يمكن لك تضيف السرعه للفيديو هاد لا فيديو هذا غادي نكليكيو عليه نضيفو ليه سرعه اكثر ربما على حساب شوف انت شنو اش من نوع ديال السرعه اللي بغيتي تضيف، اش من نوع ديال الفيديو اللي كتمونطي عليه فوالا. ها هو دابا هذا فيديو طبيعي خويا يكون الثلاجة حتى الشوكولاتة اللي مقيغل مليوسينيت فوالا. لا هادو هادي دابا الصوت ما زربتوش ولكن زربت ليماج فوالا. هادي خاصه بالسرعه الا بغيتي تزيد السرعه ولا بغيتي تنقصها فهمتيني، دير الحركه البطيئه او حركه السرعه على حسب. هنايا كاين لي كولور، لي كولور ديال لي ماج راه هضرنا عليها ديجا. وهنايا عاوتاني كاين جميع الاشياء اللي ممكن على حسب لي ماج، بزاف ديال الحوايج فيديو اوديو كولور، يعني بزاف ديال الحوايج هنا عاوتاني كاينين لي تايمز، هاد لي تايم زوينين الا بغيتي تستخدمهم، ولكن غتستخدمهم بزاف في لي فوتو هادو كيتستخدمو بزاف في لي زافوتو موفيمون، يعني هاد لي موفيمون هما زوينين بزاف تا هما كيتستعملو في بزاف ديال الحوايج. وكاينين عاوتاني وحدين اخرين ترانزيسيون، هادو تا هما عندهم واحد الدور مهم عاوتاني بالنسبه اللي ماشتا هما. مثلا حنا غادي بلاتي باش نرجعوا اللور شويه باش نحيدوا هاد، حنا رجعنا شويه اللور غنديروا هكا نقطعوا هادي هكا ونجيبوا هادي نحطوها عليه فوالا، نكبروا شويه باش يبان لينا. ملي كتبغي تدخل ليماج بين اختها خويا يكون الثلاجه كت على حسب المؤثرات، شوف انت البلاصه اللي بغيتي تستخدمها فيها فوالا. انت يكون الثلاجه يعني كاينين بزاف ديال الا بغيتي تبدل هادي كدير عاوتاني هكا كتبدل يكون الثلاجه، يعني برنامج جد 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 سهل، يعني اسهل برنامج ممكن انك تخدم به دابا في المونتاج هو هذا فيرمولا سعود، يعني برنامج جد جميل. انا صراحه كيعجبني اكثر 50% ديال الاعمال اللي كندير انا كنمونتاج يكون الثلاجه، انه ساهل وممكن تحكم فيه بكل سهوله، يعني التحكم ديالو سهل جدا. وهنا عاوتاني كاين هكا الا بغيتي تجيب هادي وتحط عليها وتحط فيها جوج فيديوهات مثلا، غادي نحطو هادي هكا غادي نديرو هكا
غنحطو فيها هاد لا فيديو هذا، نكبروا ولا نصغروا على حساب الحجم، على حساب حنا شنو باغيين. فوالا هكا مزيانه، وغنجيبوا هاد الاخرى حتى هي ونحطوا فيها فيديو حتى هو مزيان. فوالا ملي كتحط هاد الزاويه كاينين الناس عاوتاني اللي كيبغيو يخدموا بهاد الطريقه هادي، طريقه زوينه بزاف باش انك تعمل بها. وما كاينش غير وحده، يعني كاين 30 اطار تقريبا اللي يمكن لك تستخدمه في حالات الا بغيتي تستخدمه. ممكن هنا بزاف عاوتاني هاد لي زوبسيون لي زوينين حتى هما، ممكن انك تستخدم بزاف ديال الحوايج، ممكن تستخدم بزاف ديال الحوايج. تقريبا مثلا ناخذ بعين الاعتبار اننا بغينا ناخذ هكا، بغينا نشيرو لشي حاجه في لا فيديو، بغينا نشيرو لشي حاجه في هاد لا فيديو، يعني الاسهم، كاين بزاف ديال الاشياء اللي قليبات، تليفون، ميساج، بريباراسيون، يعني بزاف ديال المسائل اللي يمكن لك تستخدمهم. يعني وكاين هنا لو تيكست، تشوف انت لو تيكست اللي بغيتي تخدم بها تقريبا شنو هي. مثلا على سبيل المثال ناخذ هذه، ناخذ على سبيل المثال هذه، ابخي كتكليكي عليها كتدخل كتشونجي هذا لو تيكست هذا اللي عندك هنايا، كتشونجي هذا لو تيكست اللي عندك هنا مثلا. مثلا كتشونجي هكا، كتبدل لي كولور على حساب انت، شوف شنو الكولور اللي بغيتي، ومن بعد كتصغر وكتكبر غير من هنايا. فوالا، يا اما دير، يا اما تشوف هنايا راه فيه العبار اللي بغيتي تكبر به هنايا، يا اما تشوف هنايا تجبد لو تيكست على حساب، شوف انت كيفاش بغيتيها. ولي كولور اللي بغيتي فيها راه عطى الله لي كولور هنايا بالنسبه لي زابروغرام، بالنسبه لو تيكست هنايا في هذا البروغرام. انا كاين بزاف ديال الحوايج اللي ممكن انك تعلمهم في هذا البروغرام، وساهل بزاف. انا صراحه كيعجبني ان هذا البرنامج هذا برنامج خفيف على بي سي وساهل، يعني ممكن تعلمه فقط في يومين، مجرد انك كتلوح لا فيديو ديالك في الواجهه ديال البرنامج، كتكون القضيه سهله بالنسبه لك باش تتعامل معاه، فهمتيني. وكاين هنايا بزاف ديال لو تيكست اللي ممكن تستخدمهم، كاينين هنا ديال الترجمه الا بغيتي تترجم شي حاجه. مثلا هنا دابا بحال الا بغينا نترجموا شي حاجه، شوف غادي نبدلو هاد لو تيكست كلها على حسب كاين انت، شوف اشنو بغيتي دير فيها. المهم انا غير كنعطيك كمثال صافي. اوكي فوالا، وكدير ليه انت، شوف النوع ديال الكتابه اللي بغيتي يطلع بها، يعني واش بغيتي يطلع كيلعب، واش بغيتي يطلع كيدور، واش بغيتي يطلع بحال هكا. مثلا انا اختاريت هادي، فوالا انا نختار هادي. انت شتي، يعني بزاف ديال المسائل هنا ممكن انك تستعملهم. وكاين هنايا ما يقارب 173 تكست اللي ممكن تخدم بها ترانزيسيون، يعني ممكن تخدم ب 178 هذاك محطوط هنايا عندك هنايا أداة اللي يمكن لك تستخدمها هنايا، يعني جميع الأشياء متاحة. أيضا هناك أيضا موسيقى متاحة لهذا البرنامج، ولكن الله أعلم هذه الموسيقى ما فيهاش لي كوبي رايت على ما أظن، لأني ما عمري جربت يعني ما عمري جربت هذه الميوزيك، ولكن ربما تكون فيها حقوق طبعا ماشي. ربما تكون فيها حقوق الطبع النشر على ما اظن. جميع الاشياء اللي بغينا نعرفوها على هذا، وممكن هنايا دير بزاف ديال لو تايم، ديال لي بيس اللي بغيتي تخدم بهم، ديال الصوت ولا ديال اللي عجبك، يعني بزاف ديال الاشياء ممكن ديرهم هنايا اجوتي، يعني ممكن دير ا فيديو، ممكن دير اجوتي ان بيست يعني نورمال جراند، يعني على حسب انت، شوف شنو بغيتي دير هنا. ممكن تضيف لي بيست، شنو هما لي بيست؟ هادو اللي كنحطو فيهم لي زافيديو والاوديو ولا لو تيكست، ولا يعني على سبيل المثال هادو هما دابا لو تيكست هما اللي محطوط فيهم لا فيديو، محطوط فيهم هنا. يعني الا كانوا عندك فيديوهات كثار، مثلا بحال الفيديو كليب اللي صورتي دابا، كتكون عندك تقريبا ما يعادل 3 ديال الكاميرات ولا 4، يعني خصك 4 ديال لي بيست بدا يتسدفوا ديال لي فيديوهات. يا ابخي كدير بيست وحده ديال الصوت على حسب الاوديو اللي غتخدم عليك.
اذا مزيان دابا جميع المسائل فهمناهم هنايا، وهذا البروغرام حتى هو فيه واحد القضيه زوينه بزاف بالنسبه للناس اللي كيواجهوا واحد المشكله راه كيكون عندنا في اليوتيوب بزاف. ملي كتكسبورتي شي فيديو كيخلي لك الجناب ديالو كحلين، يعني يا اما كيخلي لك الجناب كحلين ما كيخلي لك الجناب كحل. فوالا هذه المشكله غادي نعالجوها، نعالجو كيفاش يمكننا نعالجو. غادي نجيو لهنايا، غادي نجيو لهنا نعاودو شونجي ابليتي شونجي، يعني كدير لو شونجمون ديال الفورما اللي بغيتي تخدم بها. كدير سايز 9 فورما، فورما الكروند سايز 9، يا بري كتشوف انت لا كاليتي اللي بغيتي تخدم بها، يا اما اتش دي 1280x720، يا اما كتشوف فول اتش دي 1920x1080، يا اما كتشوف 4K يعني 3840x2160، ولا بزاف ديال هذوك كاينين هنا يمكن انك تخدم بهم. يعني انا ما كنخدمش بهذا 4K وهادشي كامل، كنخدم يا اما فول اتش دي اما اتش دي. غادي من نختاروا اتش دي، يا بري ملي هذا كيعطيك هاد الاسهم هذا باش ها كيفاش كيكون هذا اللي هو الفيديو عندنا حنايا. ها كيفاش كيكون الفيديو، كيكون هكا ملي جي كنديرو هكا وكنديرو هاد الفورما هادي، كنختارو اتش دي كندير اوكي، كيعطينا بحال هكا. دابا كيعطينا هاد الجوانب هادو مطراسين بحال هكا، كنجبدو هكا وكنجبدو هكا. فوالا ها هي ولات دابا مقياس ديال اليوتيوب نيشان، يعني ما تحتاجش مازال شي حاجه اخرى، مقياس ديال اليوتيوب نيشان. هذا هو مقياس ديال اليوتيوب دابا 1920x1080، كيتفرج بنادم في لا فيديو مزيان، لا كاليتي ديالو كتكون مزيانه، ومسائل ديالو كاملين كيكونوا مزيان. وهذا ما كان يعني شي استفسار اخر على هذا البرنامج هذا ولا هذا البروغرام هذا، احنا في الخدمه. خليو لنا التعليقات ديالكم ولا الكومونتير ديالكم باش نشوفوا المسائل، وما تنساوش دائما ديروا لنا جيم لا فيديو وبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم. وتحيه لكم جميعا، وشكرا لكم بزاف، وكنشكركم بزاف على هذه المتابعه لقناتنا، وتحياتي لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.